صباح الخير مشاهدينا. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار يصاحب تكون شبورة مائية في الساعات الصباحية الباكرة. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة وتقدم بعض النصائح للمواطنين للوقاية من الإصابة بنزلات البرد. التفاصيل في تغطيتنا الجوية. بجد الترحيب مرة أخرى بحضرتكم مشاهدينا. بيتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت واليوم الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة أنحاء الجمهورية. فيما كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأيضا أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة على القاهرة الكبرى وأيضا باقي محافظات الجمهورية. قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد سوف تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، ذلك خلال فترة النهار والليل، لكن اليوم الجمعة ستكون درجات الحرارة أعلى من الأيام الماضية، وأن درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى ستصل ل 22 درجة مئوية. وأضافت غانم أن هناك شبورة مائية تظهر في الساعات الصباحية الباكرة وتختفي بعد ذلك هذه الشبورة مع ظهور أول شعاع من الشمس. لفتت أيضا إلى أن اليوم هناك أمطار على المحافظات الساحلية وأن الأمطار قد تكون خفيفة ومتوسطة، وهناك أمطار على شمال الوجه البحري، لكن بالطبع لن تؤثر على الأنشطة اليومية، وأنه لا توجد أمطار بالمحافظات الداخلية. أيضا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة في القاهرة ومحافظات الوجهين البحري والقبلي والمدن الساحلية. وقدم الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني نصائح للوقاية من هذه الأمراض والحفاظ أيضا على صحتك، ويجب تقوية جهاز المناعة عن طريق تناول غذاء صحي ومتوازن، وأيضا يتم التركيز على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن خاصة فيتامين سي والزنك والحديد. استكمالا للنصائح، يجب الحصول على قسط كاف من النوم. يساعد بالطبع النوم على تجديد الطاقة وتعزيز جهاز المناعة مرة أخرى، وممارسة الرياضة بانتظام حتى التمارين الخفيفة تساعد على تحسين الدورة الدموية وأيضا تعزيز المناعة المطلوبة خلال فصل الشتاء. أيضا نقلل من مخالطة الأشخاص الذين يعانون من أعراض الإنفلونزا أو نزلات البرد، لافتا إلى أن تهوية المنزل بانتظام بتساعد على تقليل تركيز الجراثيم في الهواء داخل المنزل. وبالنسبة لحالة البحرين، حالة البحر متوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر ونصف إلى مترين، الرياح سطحية شمالية غربية. بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون حالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيها من مترين إلى مترين ونصف المتر، الرياح هناك سطحية شمالية غربية، وذلك وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر. القاهرة العظمى 22 الصغرى 13، العاصمة الإدارية العظمى 21 11 الصغرى، 6 أكتوبر 21 العظمى 11 الصغرى، بنها 22 العظمى 12 الصغرى، دمنهور 22 العظمى 13 الصغرى، الشيخ 20 العظمى 13 الصغرى، الزقازيق 22 12، وأيضا شبين الكوم 21 12، طنطا 20 13. مشاهدينا الأعزاء، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا الجوية، وأيضا تحدثنا مع حضرتكم عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة والأيام المقبلة. نتمنى السلام للجميع، إلى اللقاء.